تعالوا نشوف، ننقل بقى من الفسيخ إلى الزهور. هي أيضا يعني هي البطل الأساسي في الربيع، لكن يبدو أن الفسيخ بيناطحها ويتغلب عليها بالقضية دائما. لكن تعالوا نعود إلى الزهور، أهم أبطال الربيع وشم النسيم. الورد جميل جميل، الورد الورد جميل جميل، الورد الورد جميل، ولو أوراق عليها دليل من الأشواق. على مدار 85 عاما يفتح معرض زهور الربيع أبوابه بحديقة الأرمان كل عام برعاية وزارة الزراعة المصرية ومشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة وجمعية خيرية. 100 الأنواع من الزهور والسلالات النادرة معروضة أمام الزائرين في المعرض السنوي الربيعي. حديقة الأرمان بتعمل معرض ربيع تحت إشراف وزارة الزراعة، وزير الزراعة بيشرف عليه بنفسه. بيتم المعرض ده في أعياد الربيع على مساحة 29,000 متر، في 165 عارض من مختلف أنحاء الجمهورية، بيقدموا أحسن ما عندهم من اللاندسكيب والهاردسكيب. عندنا السنة دي حاجات جديدة ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت. إحنا كسوق مصري بدأنا نفتح على العالم كله، بدأ يبقى عندنا حاجات جديدة مش موجودة في مصر. السنة دي أول مرة تنزل. في أنواع كثير جدا نزلناها السنة دي ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت. كل سنة بيبقى ليها الحاجة اللي هي خاصة بيها، كل سنة بيبقى ليها الديزاين والنظام اللي هو بيبقى خاص بيه، بالحاجات الجديدة، بالأشجار، الشجيرات، الجراوند كفر. في حاجات ما كانتش موجودة وبدأت إن هي تبقى موجودة السنة دي. المعرض السنة دي بيتميز بأن عدد الشركات أكبر، النظام فيه أحسن، التنسيق أحسن. الجمهور بيجي عندنا بيقبل على النباتات اللي بتتحط جوه البيت. يعني عندي بعض النباتات اللي هي بتدخل في الشق الطبي، عندي نبات الالوفيرا ده للبشره ولعلاج الجروح والبواسير وللشعر، طبعا مفيد جدا للشعر. نبات بقى يعني في الفتره الاخيره ديت بقى ليه شهره جامده قوي قوي قوي، وكل اللي داخل يقول عايزين نبات الالوفيرا. انا اشتريت وقت زهور يعني بس كويس، ويعني الأسعار مناسبة. يعني اشتريت دوت صبار، نوع من الصبار، وفي نوع من الورد برضو، ويعني حلو. يعني السنة كل سنة عارفين ميعاده في شهر 5 دايما، والسنة دي جاية بدري عشان خاطر رمضان وكده، بس احنا متابعينه من زمان لان احنا بنستنى المعرض، بنشوف الجديد في الزهور وبنشوف الجديد في المعرض، ودايما مغير عندنا الزرع والورد. وكفاية اصلا بنيجي نشوف هنا العرض بيعجبنا جدا.